مرحبا بكم أصدقائي بفقرة جديدة من تواصل وفقرة مميزة. مميزة ليه؟ تعالوا نشوف مع بعض. زي ما شفنا في حلقة امبارح، قسورة من السعودية وياسر من المغرب لعبوا التحدي الأول في ليجولاند ووتر بارك. أنا وعدتكم بالمزيد من الحماس والتحديات، والنهاردة هو التحدي الثاني، والتحدي ده هيختبر مهارات قسورة وياسر في مهاراتهم الذهنية والجسدية. إيه هو التحدي الثاني ومين حيكون فايز؟ تعالوا نشوف مع بعض. كل متابعين ام بي سي 3، رجعنا لكم انا وياسر وقسورة، ولسه مكملين سلسله التحديات، ولكن التحدي الثاني مختلف عن التحدي الاول. التحدي ده محتاج استراتيجيه في اللعب وتكتيك وتخطيط. المطلوب منهم هما الاثنين، كل واحد هياخد عوامه وهينزلوا في لعبه النهر. المفروض طبعا ان النهر ده يصرخوا ويتفرجوا على الحديقه، بس احنا دايما بنحب نعكس التحديات. هنديهم عوامتين ومفروض يركبوا عليها قطع الليجو باستراتيجيه خاصه تخليهم يوصلوا بطريقه اسرع، واللي هيصفى هو اللي فايز في التحدي ده. قسوره ياسر، ياسر قسوره، خلينا نشوف مع بعض مين اللي هيفوز. بطيء، كان في تحدي كبير بيني انا وقسوره، رحت تحت وتسبحت. كان سباق حلو، كنت اتسبح كويس. تسابقنا انا وهو، وكل مره هو يسبقني بعدين انا اسبقه. خلصنا التحدي الثاني، والتحدي ده فكرني بالأرنب وسط الحفا. كان ماشي أول حاجة ياسر شوية 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 شوية، وقسورة هو اللي كان سابق وكان فاكر نفسه هو العضلات وهو اللي هيفوز. على آخر لحظة قسورة خربت العوامة بتاعته والليجوز بتاعته، فمين اللي سبق؟ ياسر. إذن اللعبة كان فيها شوية حظ وهو اللي سبق في التحدي ده. الفوز ولا الخسارة، بهمني بس التحدي، أحبه. لسه في تحدي ثالث، ولسه أكيد في نهاية إعلان الفايز بالجائزة الكبرى في الحلقات اللي جاية. أنتوا كمان مشاهدينا لو حابين تكونوا جزء من ده كله، روحوا لصفحتنا nbc3.net/btcmcompetition وشاركوا معنا. نشوفكم في الحلقة اللي جاية، إلى اللقاء. شفنا التحدي الثاني، أجواء كلها حماس، واضح إنه المتسابقين عايزين يفوزوا. مين حيكون الفائز بالجائزة الكبرى؟ ده اللي هنعرفه لما نتابع في الأيام اللي جاية. ما تنسوش أصدقائي عشان تشاركوا ويكون عندكم الفرصة عشان تفوزوا بجوائز قيمة، روحوا لصفحتنا nbc3.net/dtcmcompetition وجاوبوا على سؤال المسابقة الأسبوعي. الجائزة عبارة عن بطاقتين لزيارة واحدة من أهم 8 ملاهي وحدائق ترفيهية ومائية في مدينة دبي. أما رابح الجائزة الكبرى في المسابقة حيفوز برحلة إلى دبي شامل التكاليف الفندق لأربع أشخاص، بالإضافة إلى زيارة حدائق دبي الترفيهية اللي تعرفتوا عليها ولسه هنتعرف عليها أكتر في فقرات التحديات اللي هتكون معايا. أما الآن هننتقل أنا وانتو نتابع حلقة جديدة من البرنامج اللي جاي.